الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، وموجز الأخبار يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه كذلك بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير. وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالأخص توربينات الرياح والألواح الشمسية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار. كما وجه الرئيس السيسي باستمرار تعزيز الجهود في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل. أكد وزير التموين علي المصلحي حدوث انفراجة قريبة في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية، مشددا على مصادرة أي كميات أرز مخزنة خارج المنظومة ومراجعة أسعار السلاسل التجارية. كما شددت وزارة التموين على أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 6 أشهر. من جانبه أوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز في جميع المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الوزارة يمكن أن تفرض تسعيرة إجبارية للسكر إذا اضطرت لذلك. من جانبه قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز إن جميع مستلزمات الإنتاج المحجوز في الموانئ سيتم الإفراج عنها خلال أسبوع، مشيرا إلى أن جميع المصانع ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. فاز الرئيس البرازيلي السابق لويس أنشيو لولا دي سيلفا على الرئيس الحالي جاير بولسونارو، وذلك في الانتخابات الرئاسية بالبلاد. وحصل لولا على 50.8% من الأصوات مقابل 49.2% لبولسونارو، وذلك بعد فرز 99.1% من أجهزة التصويت، وهو ما وصفته المحكمة العليا للانتخابات بأنه كافي لتحديد نتائج السباق حسابيا. وتعهد لولا بالعودة إلى النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة والسياسات الاجتماعية التي ساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر عندما حكم البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010. لقى أكثر من 120 شخص مصرعهم وأصيب العشرات بعد انهيار جسر معلق في ولاية جوجارت وذلك بغرب الهند. وذكرت وسائل إعلامية هندية أن الجسر كان على متنه أكثر من 400 شخص عندما انهار ليسقط الضحايا في نهر ماتشو في بلدة موربي. أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع أثناء أحد الاحتفالات في العاصمة سول إلى 154 قتيلاً. وتعهد رئيس الوزراء الكوري بإجراء تحقيق شامل في الحادث، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على إجراء التغييرات اللازمة لمنع تكراره.
اعتبرت روسيا أنه من المبكر الحديث عن استئناف مشاركة روسيا في اتفاق الحبوب، وأكدت الخارجية الروسية أن الحديث عن شروط واحتمال عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب ممكن فقط بعد معرفة كل ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول، مشيرة إلى أن روسيا دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن حيث ستتم مناقشة هذه المسألة. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا آلاء شطة، شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.